يا صباح الخير والسعادة والجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. معكم شيماء محمود وهكون معاكم لمدة نص ساعة في برنامج سؤال. أسئلتنا كتيرة وإحنا في برنامج سؤال بنسأل السؤال ونشوف إجابات حضراتكم عليه إيه. موضوعاتنا زي ما قلنا متنوعة، والعادي بتاعنا يمكن علشان دي تاني حلقة هفكركم بفكرة البرنامج سريعا، احنا بنشوف السؤال وبنشوف الإجابات، إجابات حضراتكم عليه. في ناس بتكون مع السؤال وفي ناس بتفكر أو بتجاوب بشكل سلبي. هنعرض كل الإجابات ونتناقش فيها ونشوف موضوع السؤال وموضوع الإجابات إيه. مش دايما كل الأسئلة عندنا ليها إجابات، لكن في أزمة للسؤال بنطرحها لو موجودة وبنوصل لحل إن أمكن. موضوعات الحياة متنوعة واختلافاتنا كتيرة والمشاكل اللي بنمر بيها أكتر. في صراعات، في اختلافات، في قسوة في التعاملات، وعلشان كده بنسأل سؤالنا النهاردة. في ناس بتتعامل عادي ويهون مشاعر الآخرين عليها عادي، في قسوة بتبقى عادي، وعلشان الكلام ده مش عادي احنا بنسأل سؤالنا النهاردة. الموضوع الصراع ما بين الأطراف اتطور من ان هو بيهون على بعض الناس ومفيش مشكلة الى ان هم بيدوسوا على بعض، وكمان ده بقى عادي. واللي مش عادي عندنا ان احنا هنسأل السؤال ده، ليه الناس بتدوس على بعض؟ ليه مشاعر الناس اللي حوالينا مستباحة؟ ليه مش بنراعي كل كلمة بنقولها وكل تصرف للقسوة والغدر والجرح؟ وحاجات كتيرة هنعرفها على مدار حلقتنا. الموضوع ده بيحصل ليه؟ ليه الناس بتدوس على بعض؟ ونعمل ايه؟ وايه الأسباب وايه الدوافع؟ نقط كتير هنتكلم عنها في إجابات سؤالنا. بعد الفاصل هنشوف إجابات حضراتكم على السؤال كانت ايه، لكن فاصل سريع وهنرجع نكمل الإجابات. خليكم معانا في سؤال. مكملين حلقتنا معاكم وكمان مكملين إجاباتنا في برنامج سؤال. وخلوني الأول أقول لكم إن حضراتكم جاوبتوا على الأسئلة عن طريق تفعيل هاشتاج سؤال، هاشتاج سؤال، وسألنا سؤالنا وكانت الإجابات كتيرة جدا. وفي ناس كانت متأثرة طبعا بالموضوع ويمكن صدفت كتير مواقف حياتية ليهم بيمارسوها يوميا فيها إهانة وفيها كلمة ليه الناس بتدوس على بعض. زي ما في ناس ردت بالتفاعل على السؤال، في ناس شايفة ان هو فين السؤال، مش شايفة السؤال اصلا، شايفة انه عادي ان نسأل ليه بندوس على بعض. ليه بندوس على بعض بالنسبة لهم اوفر، بالنسبة لهم حاجة سطحية، حاجة ملهاش لازمة. ملهاش لازمة؟ مشاكل الحياة والمشاكل الزوجية وقضايا الطلاق والظلم اللي بيحصل دي حاجة ملهاش لازمة؟ مشاكل الميراث مثلا والأهالي اللي بتخسر بعض، الأب والأم والإخوات كمان، دي حاجة عادية؟ حاجة عادية لما تبقى أم توفت والإخوات بيتخانقوا مع بعض يخبوا الذهب قبل الدفنة؟ الإهانة وصلت للدرجة دي؟ مشاعرنا ومشاعر الناس اللي حوالينا بتهون علينا للدرجة دي علشان خاطر مصلحتنا؟ الموضوع صعب. خلونا نشوف إجابات حضراتكم، بس كان لازم طبعا للأمانة في موضوع سؤال إن إحنا نشوف الناس اللي مش عاجبها أسئلتنا ونقول لهم لأ، الموضوع مهم جدا وبنقابله يوميا ما بيننا وما بين أصحابنا وبين زمايلنا وفي الأشغال وكمان على مستوى الصداقات وكمان القرابة. حضراتكم جاوبتوا إجابات سريعة جدا على السؤال من واقع طبعا اللي بتعيشوه في الحياة. زي مثلا في ناس بتقول الحمد لله كلمة ما بقتش موجودة، وإن الموضوع راجع إن هو دي قلة أصل وقلة دين، مفيش تربية ومفيش أخلاق. وفي ناس عندها مرض نفسي بتتفنن وتتلذذ في إن هي تدوس على اللي حواليها. في حد بيقول لي الناس بقى وشها مكشوف عادي،
ويعني دي حاجة مش المفروض، يعني اللي اختشوا ماتوا مثل احنا بنقوله، بس لأ، اللي اختشى واتكسف ده كسب حاجات كتيرة قوي. مكملين رأي حضراتكم ان احساس عدم الرضا نقطة مهمة في ليه الناس بتدوس على بعض، والعدم الإحساس بالآخر، وكمان الناس ما بقتش تتقي ربنا في معاملتها، وبدافع المصلحة كله بيهون. ومن هنا هنقف ونبتدي حلقتنا ونتكلم عن موضوع ليه الناس بتدوس على بعض. المصلحة من ضمن الأسباب اللي الناس شايفة إنها عادي، الغاية تبرر الوسيلة، وده غلط جدا. احنا شايفين الاراء ان هي متنوعه وبنتكلم عنها. المصلحه زي ما قلنا نقطه مهمه جدا، الناس بتبرر وتحلل ليه بتستبيح الحياه وتبقى عايشه كده مقضياها بتدوس على خلق الله عادي، انا عندي مصلحه مش مهم. في اسباب تانيه، الهدف زي ما قلنا، هدف اللي هو المصلحة، هرجع وأقول عليه تاني، لأن هو في ناس بتعرف بعض علشان المصلحة، في ناس بتشوف إن عادي جدا إن أنا عندي هدف معين هتارجت الهدف ده وهعرف سين وصاد وعين علشان يوصلوني، ومن نقطة لنقطة لنقطة أنا هعلى وهملى مركزي وهبقى إنسان واصل. هل ده ينفع بذمتكم؟ يعني عادي كده الناس اللي بيبقى بينا عيش وملح وعشرة، ازاي بتضحكوا في وش بعض وازاي بتبتسموا وازاي بيبقى في مشاعر حقيقية وهي وراها غرض المصلحة ليس إلا. الطريف في الموضوع ان في ناس علاقتها بتنتهي بانتهاء المصلحة، ده مش أمر طبيعي بالمرة. حاجة بتزعل وبنشوف الموضوع ده في حياتنا، يمكن أنا عن نفسي تعرضت لده وحضراتكم كمان وناس كتيرة، إن الناس بتعرفها الهدف. صحيح المطلوب مننا إن احنا نقدر نساعد حد بنساعده، بس نبقى فاهمين اللي بيحصل ده ليه عشان ما نزعلش. ونيجي هنتكلم مع بعض في حلقتنا النهاردة إزاي هنتناقش في النقطة دي ونشوف إيه الحلول ونعمل إيه مع الناس اللي بتستغلنا وبتدوس علينا، وأولهم الناس اللي بتدور على مصلحتها. كمان في أسباب تانية بتخلي الواحد يدور على إن هو يدوس على الناس عادي جدا. زي إيه مثلا؟ زي عيوب الشخصية. في عيوب في الشخصية استحالة إنها تتصلح، هو الإنسان اتولد بيها وأصلا هو مش مدرك إن هو عنده مشكلة، فبناء عليه بيتعامل عادي جدا في الموضوع وشايف إن الحياة جميلة وإن مفيش مشاكل أصلا. زي الشخصية الأنانية مثلا، الشخص الأناني اللي بيدور بس إزاي يكسب، إزاي يستفيد بكل حاجة قدامه حتى لو كانت أشخاص، مش مهم أبدا مشاعرهم، مش مهم أبدا هم احتياجاتهم إيه، مش مهم أبدا بيدوروا على إيه، هو مصلحته ورغبته وبس. هو اتولد أناني، مش بس عنده هدف، لا هو اتولد أناني، خد إن هو ياخد كل حاجة بدون مراعاة مشاعر الآخرين. الأنانية حتى موضوع فيه مشكلة كبيرة حتى في العلاقات الزوجية، لما الزوج يبقى أناني والزوجة تبقى أنانية، بتطلب طلبات مش بتراعي مشاعر جوزها ومش بتراعي إمكانياته ومش بتراعي ظروفه، دي مشكلة. مع الوقت مع الوقت خلاص بتسبب ان انت، لا انت بتدوسي عليه بالبطيء، انت بتجرحي مشاعره بالبطيء. وحضرتك مع الوقت في اهانات كتيره بتعملها لزوجتك، وهننتقل لنقطه تانية ان الشخص ممكن يبقى خاين بالفطره، هو عادي في البيت زي ما قلنا قبل كده بيراعي الطلبات، وفي نفس الوقت عنده حياته اللي هي بره البيت وبيخون عادي. طب حضرتك وانت بتخون عادي شايف ان الخيانة عادي، هو ده مش جرح مشاعر؟ هو ده مش ظلم بيقع على إنسانة سواء كان عرفت أو ما عرفتش وبيجرح مشاعرها وبتهنها، بتحس بالإهانة وتحس ان هي هانت على عشرة العمر؟ حضرتك لما تفكر انك تشوف مصلحتك ورغباتك من غير مراعاة مشاعر أي حد حواليك حتى لو عندك أولاد، هل حضرتك شايف إن ده طبيعي؟ لا، أنت كده يا فندم بتدوس على مشاعر الناس اللي حواليك. ويمكن إحنا دورنا إن إحنا نلفت النظر، يمكن حد بيسمعني شايف إن هو عادي، لا مش عادي، إحنا جينا هنا نسأل السؤال عشان نوضح إن مش كل حاجة مباحة ومش كل حاجة عادي. الخيانة زي ما قلنا نقطة مهمة جدا ونقطة بتأثر كتير في مشاعر الناس وبتأذيهم حقيقي. كمان عندنا الجفاء،
في ناس فيها قسوه، القسوه بقت طبع حقيقي، بقى بدور على مصلحتي اللي هي السبب الاساسي في موضوعنا، ومش مهم عندي، عادي رغبتي ومصلحتي وخلاص. في جفاء في التعاملات، احنا بقينا ما بيصعبش علينا بعض، بقينا بنهون على بعض، ودي نقطة عاملة مشاكل كتيرة. يعني القساوة ما بين الناس وبعض دي نقطة صعبة جدا. كمان عندنا يعني الظلم، في ناس بتدوس على بعض الناس غصب عنها، عارفين ازاي؟ اتعرضوا في فترة من الفترات للظلم، ولما اتظلموا اتداس عليهم قوي، اتظلموا قوي، وبنشوف المثل ده في المسلسلات يمكن كتير، بيفوقوا من ظلمهم بقى ويبتدوا يدوسوا اكتر على الناس. الظلم مولد جحود، فدي يمكن سبب من الاسباب اللي ممكن يكون صاحبها مش قاصد، بس دورنا هنا ان احنا نقول لا، في حاجه بتحصل مش طبيعيه. العلاقات العاطفيه والعلاقات الاجتماعيه لازم نراعي فيها مشاعر بعض، يعني الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة الصافية ربنا أمرنا إن احنا نعامل بعض بيها. الإحساس بالآخر دي نعمة، جبر الخواطر زي ما قلنا على الله، وربنا هو اللي بيجازي عليه. صعب جدا إن هو يهون علينا الناس، عادي صعب جدا نستغلهم، وصعب جدا ما نقدرهمش، وصعب جدا ان هم يتظلموا واحنا شايفين ان ده عادي. مشاكل المواريث مشاكل رهيبه، يعني الواحد في الفتره الاخيره سمع قصص تشيب، سمع جرائم قتل مهينه جدا. ليه؟ علشان خاطر مثلا اسباب تافهه. هو احنا للدرجه دي بندوس على بعض عادي؟ بعد الفاصل هنرجع نشوف احنا ممكن نحل المشكله دي ازاي ونتعامل معاها ازاي. خليكم معانا في سؤال راجع لكم تاني. رجعنا بعد الفاصل، وبعد ما شفنا كوكتيل الإجابات اللي حضراتكم جاوبتوا عليها، تعالوا كده نفكر مع بعض إحنا ممكن نحل المشكلة دي إزاي. الحل ده يتوقف على عوامل كتيرة جدا، إحنا عرفنا يعني ليه ده بيحصل، بس خلونا الأول ناخد مداخلة تليفونية معانا قبل ما نتكلم في تفاصيل الحلول. بس قبل المداخلة خلوني أوضح لكم نقطة، النقطة دي أساس كل حاجة، علاقتنا مع ربنا. أنا لو علاقتي مع ربنا كويسة، ويعني براعي ربنا في معاملاتي مع الناس، عمر أبدا ما هظلم حد ولا هجرح حد، ولو ده حصل من غير قصد أكيد هبقى ملم إن أنا أصلح أو إن أنا أداوي الجرح اللي اتعمل يمكن حتى غصب عني. البعد عن الأخلاق كمان، التربية السليمة نقطة مهمة جدا. الأهل لازم يربوا الأولاد دلوقتي، خلاص اللي كبر كبر، إحنا دلوقتي عندنا أطفال صغيرين، لازم نربيهم صح، ولازم يكونوا معانا، يعني بناخد بايديهم واحده واحده. خلوني الاول قبل ما نكمل حلقتنا نشوف معايا المكالمه اللي موجوده معانا النهارده من استاذ جمال فرويز، استاذ الطب النفسي من جامعه القاهره، هيكلمنا عن ايه المشكله وايه حلولها. استاذ جمال اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. موضوع حلقتنا النهارده هو ليه الناس بتدوس على بعض؟ ليه يا فندم؟ ليه الناس بتدوس على بعض وبتهون على بعض؟ والله بص يا فندم، اولا هي في جزء يخص الشخصيه بتاعت الانسان، يعني انت عارف شخصيه كل انسان اللي هي فيها الوراثه والتربيه والخبرات الحياتيه بتكون شخصيه. في شخصيات بتبقى شخصيات ثديه، هي يعني بتبقى دايما بتحاول ان هي تضغط على الاخرين، في نوع من الافتراء على الاخرين سواء مادي او لفظي،
في حياتها. هي بتحس بالسعاده، بالسعاده ان هي بتعمل اه كده. اما طبعا ما هي دي بيحصل بالساتسفاكشن بتاعه او الاسترضاء الذاتي بتاعه، ان هو يشعر ان هو بيخدم الاخرين او بيدوس عليهم او بيتكبر عليهم او يتنمر عليهم. وفي ناس طبعا بتتلذذ بالعكس، الشخصيات المازوخيه هي تتلذذ بتعذيب الاخرين، لا صحيح، سواء ماديا او لفظيا. ولكن في بعض الناس لما يعني للاسف الشخصيات المضطربه لما بيحصل عليها نوع من انواع التنمر من بعض الشخصيات في مستوى معين، هو بيتلذذ انه يطبق ده على المستوى الاقل. يعني صحيح. دائما في ناس بتاخد التعذيب من المستوى الاعلى وتنزل بالتعذيب للمستوى الاقل، وهكذا الحياه. يعني ناس بتطلع عين ناس وهكذا عشان تلف الحياه. علشان يعني توصل، احنا كنا بنتكلم ان هي علشان توصل لرغباتها وتوصل لاهدافها بتستبيح اهانه اي حد، والدنيا بالنسبه لهم بتبقى عادي. وفي شخصيات بقى بنسميها شخصيات سيكوباتيه متصاعده، شخصيات ايوه مالين حياتنا فعلا. دي بتبقى تميل الى تدمير الاخرين من حولها، حتى مهما وصل بيهم، لان هي ما عندهاش مشاعر ولا حسيس. صح. تدمر الاخرين لمجرد الحصول على المكاسب اللي هي تتمناها او اللي هي تطلبها او اللي هي منتظرها. طب ده كله بيعتمد على الشخصيه بتاعتك. اكيد دكتور جمال، خلونا يعني خلينا نشوف. طيب في ناس سيكوباتيه وناس عندها مرض نفسي وناس حتى بتشعر بالسعاده وهي بتذل الناس اللي حواليها وبتدوس عليهم. الناس بقى اللي بتتلقى ده او بتتعامل مع ناس كده يعملوا ايه؟ يحلوا المشكله دي ازاي؟ هي الناس حسب طبق زي ما قلت لحضرتك، الشخصيات المازوخيه هي بتتلذذ بده، اما الشخصيات السويه طبعا بتدخل في اكتئابيه، بتدخل في نوع من الانطوائيه، قد تصل للانتحار نتيجه تنمر الاخرين عليهم. طب يعملوا يعني يبعدوا عنهم، يعني يبعدوا عنهم ما يتعاملوش معاهم، ولا يحاولوا يصلحوهم، ولا حتى ما احيانا مجبر اخاك لبطل، احيانا هو مجبر للتعامل مع هذه الشخصيات، فبالتالي لازم يفهم الشخصيه اللي قدامه، وليه كل شخصيه ولها اسلوب التعامل معاها عشان يوصل للهدف السليم بعد كده. صحيح. شكرا يا دكتور، انا بشكر حضرتك ونورتنا بالمكالمه. يمكن كمان كان راي حضرتك مهم جدا، كان ارشادي لبعض الناس. في ناس مش هتتصلح، لكن لازم انا ابقى واعي بقى، بدل ما انا بزعل وبكتئب وانتحر ويبقى في مشاكل كبيره، لازم انا يبقى عندي وعي. قبل المكالمه كنا بنتكلم بس على نقطه التربيه والاخلاق، خصوصا ان احنا نلحق النشء الجديد، ان احنا نربيهم صح. اليومين دول التيك توك، إدارة التيك توك مع منظمة اليونيسف عملوا مبادرة فكر قبل ما تشير، علشان الناس تفكر وتقدم محتوى مهم، محتوى يليق بالناس وما يبقاش فيه تراجع، لأن الموضوع بينتشر بسرعة البرق والمعنى السلبي والحاجات اللي هي إحنا غير مرغوب فيها بيبقى فيها إهانة وبتنتشر، يعني بيحدوا منها. احنا بنشجع المبادرة دي وبنشجع اي حاجة اخلاقية بنربي عليها اولادنا صح. حلقتنا النهاردة حلقة يمكن سؤالنا فيها مش اجابته صريحة، وهنفضل طول الوقت نسأله اسئلة مفتوحة، اسئلة حياتية احيانا مش بنوصل ليها لاجابة محددة، لكن المهم احنا نعرف ازاي نقدر نتعامل معاها ونتفادى اي ضغوط. كعادة برنامجنا سؤالنا بيجيب سؤال، لكن سؤالنا الجاي هيكون الأسبوع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي. أشوفكم على خير في برنامج سؤال.